مرحبا بكم في درس جديد من دروس الوقت والتاريخ في الدلفي. في هذا الدرس سنتعرف على الدوال الثالثة التالية والتي هي encode.time وليس .time، فقط تكرار خطأ كتابي أو مطبعي، و encode.time الأخيرة، الأولى للوقت والتاريخ، الثانية للتاريخ، والثالثة للوقت. دعونا نذهب لكي نتعرف على الدوال أكثر. هذه الدوال الهدف منها ويعني هدف بسيط جدا، وهو أنك تدخل الوقت والتاريخ بدون أخطاء. فأنت يعني عندما تقوم بكتابتها هنا فهي محددة ب يعني مراحل. فالبارامتر الأول مثلا سنقول البارامتر الأول للسنة، والثاني للشهر، والثالث لليوم، وهكذا. الآن سنتعرف عليها. قمت بوضع ثلاثة إيديت هنا وباتن هنا من أجل هذه الثلاثة. فالأولى سنقوم بوضع مثلا السنة، والثانية الشهر، والثالثة هي اليوم. سنذهب ونقول له هنا encode.date وencode.time، يعني سنقوم باختيار التي نريدها. سنقوم هنا في يعني الأمثلة وصلت، فقط نريد أن نقلص الوقت وسنرى فقط encode.date. كما ترون فلديها ثلاث بارامترات، والتي هي السنة والشهر واليوم. السنة سنجلبها يعني من الإيديت 1، وطبعا سنقوم بتحويل قيمتها، فهذا بتحويلها من string to int. ووضعها بين أقواس هكذا. كل واحدة لي إيديت. وسنذهب إلى الإنكودات ونرى نتيجتها لكي نعرف عنها أكثر. النتيجة التي تقوم باستخراجها هي t.time، يعني متغير من نوع t.time. هذا المتغير سنقوم بإسناد قيمته لهذا المكون الذي هنا يسمى month calendar، فقط لكي نظهر صورة أفضل يعني، وأيضا لحل مشكلة الفورمات. يعني مثلا هنا الفورمات لدي في حاسوبي هي يعني شهر يوم وسنة، والأغلب الناس لديهم يعني مثلا سنة شهر يوم، أو يوم شهر سنة، ما إلى ذلك. فيعني اختلاف بسيط يسبب بعض المشاكل، لذلك هذه الدالة ستكون مفيدة. فكما ترون عندما نعود إليها من جديد، الأول للسنة ثم الشهر ثم اليوم، يعني هذا هو الترتيب في هذه الدالة، سنة شهر يوم. وبعدها سنقوم بنسخ الآن هذا المحتوى ونقول له دات أو month calendar. اسم المكون هو month calendar، هذا هو month calendar dot dat، والتي هي متغير من نوع تي دات، وتي دات يعني يقبل النوع تي دات تايم، فلا بأس بذلك. ونقوم بتجريب الكود. السنة 2017، والشهر، واليوم. نضغط على شو. كما ترون كيف يقوم بأخذنا مباشرة لذلك اليوم مثلا 7، كيف يقوم بأخذنا إليه 2000 أو 1990 أو أي يوم كان، فيقوم بنقلنا مباشرة إليها، ويعني لا يفكر أبدا في موضوع الذي نسميه مشكلة النتيجة، أو يعني الوقت والتاريخ عندي فورمات، لديه فورمة خاصة، أما هنا فيعني لديه فورمة موحدة، والتي هي عبر البارامترات التاريخ. فأولها هو السنة، ثم الشهر، ثم اليوم. دالة بسيطة جدا ولديها أهمية كبيرة وفاعلية كبيرة، نستخدمها في كثير من الأحيان. وبطبيعة الحال هذه الانكودات فقط مثال على سبيل يعني التمثيل فقط وليس حصر. فيوجد الانكودات والانكود تايم والانكود دات تايم، يمكنك تجريب أي منها، وأظن أن الفرق وضح في الدروس السابقة. إلى هنا ينتهي درس اليوم، ونلقاكم في درس آخر إن شاء الله.